صباح الخير عليكم خوتي وخواتاتي، كديرين؟ لاباس عليكم؟ هانين. الدريات عندي لكم واحد الوصفه اللي هي سهله ماهله اقتصاديه. كلشي عندكم في البيت، ما كايناش شي حاجه اللي ما كايناش في البيت. دونك انا خديت الدريات هنايا، عندي الزيت البلديه والسكر، وعندي هنايا الحامض، وهذا اخر حاجه اللي هو بيكربونات غنخليه هو الاخراني. البنات من دابا مع البرد وسميتو اليدين كيولي فيهم ديك الزروقيه، بالاخص انا كتولي عندي زروقيه، كتولي في اليدين كحوليه وداك الشيء. المهم كاع داك داكشي سميتو اللي كيكون في اليد كيحيد، ما كيبقاش يتهلا في يديكم. اليدين حتى هما راه بحال الوجه، خاص الانسان يتهلا فيهم مزيان. انا جبت لكم هذه الوصفه البنات باش انكم تجربوها وتردوا عليا الخبر. انا كنديرها بزاف. المهم الدريات هنا عندي كما قلت لكم زيت البلديه والسكر اللي هو خاصها تكون سنيده، كنبدا السكر سنيده. كناخذ بحال هكا الدريات، يدي ديجا انا غسلتها، هاد السكر شوفوا معايا، السكر والزيت، وكنشوفوا الايدين بحال هكا، وكنبقى نماصي ندور بحال دائري، ماشي هكا هكا، كندور بحال هكا. والاخص البلايص هادو ها هما، ها ركزوا عليهم البنات مزيان هكا. حاليا دابا في هذا الجو دابا ولا مبدل، سمحوا لي على صوتي مبدل دابا، ولا الانسان بزربه كيضربوا البرد، وبالاخص الايدين كيبلو شويه فيهم داك المشك في الايدين وداكشي. هي راه ما فيهاش شي حاجه، هي زوينه بزاف بحال هكا كما قلت لكم. تبعوا معايا مزيان شنو غادي ندير. بالاخص هاد البلايص هادو هما اللي خصني نلعب عليهم مزيان بحال هكا. اليدين حتى هما راه يعني تصور انك تسلم على شي واحد ويدك حرشين بزاف هكا. ندوز اليد الاخرى عاوتاني، كما قلت لكم هاد البلايص هما اللي خصكم تلعبوا عليهم الدريات. هي زوينه خطيره هاد الوصفه بزاف، غادي تجربوها وغتقولوا لي، غتعجبكم غتعجبكم بلا ما انني غادي نبقى نقول لكم لا راه زوينه وهذه، مي نتوما جربوها وغتقولوا لي هكا. هاد البلايص هادو من هنا لتحت ما تقيسوش، لا غير من هنايا، هي علاش غادي تلعبوا من هنايا، ها هاد البلايص هادو هكا. ملي كتسالي الدريات كتساليو معايا سميتو هذا، صافي كتحيدو وكتجيبو هاد البيكربونات هكا. الدريات راكم عارفين البيكربونات كلشي كتكون عندو في الدار، كديروه على اليدين ديالكم بحال هكا من الفوق، وكتبقاو كتطورو غير شوية هكا. خطيرة، وصفة خطيرة الدريات اليدين. خصكم ديروها مرة في السيمانة أو جوج المرات، اللي عندو اليدين دايرين بزاف خصو يديرو تلاتة المرات في السيمانة، مي أنا كنستعملها مرة في السيمانة هكا. كتناسيو مزيان، ندوز اليد الأخرى، ياكو كتبقاو بحال هكا تماصيو مزيان حتى
كيدخل داكشي الايدين مزيان وكداك التقشير المهم الاولاني لانك كتقشرو به البيكربونات كديروها من الفوق كتبقاو بحال كتبغيو تحيدو داكشي ديال فوق الايد بحال هكا مزيان. شوف مي انا غدا نغسل ايديا وغنوري لكم شنو عاوتاني شنو غديروا من بعد. ايوا الدريات انا غادي نوريكم النتيجه. شوفوا ايديا ملي استعملت الوصفه كيف رجعوا لي ايديا هانتوما كتحسوا بهم ناعمين ورطبين من الفوق من هنايا وحتى من تحت. ثانيا شنو غادي نزيد نكمل لكم اي كريم عندكم في الدار اللي كتستعملوه نتوما الايدين ديالكم. انا كنستعمل فازلين وعلى هاد الوصفه فازلين وكناخذ مع فازلين شويه وزيت البلديه شويه كنخلطهم بجوج ياك الدريات وكنستعملهم الايدين ديالي هانتوما فازلين وزيت البلديه لان كتخلي الايدين ما شاء الله رطبين بزاف هانتوما كتشوفوا معايا كيفاش. المهم هنا غتبان لكم النتيجه اللي كيبانوا الايدين ملي كتسلم على شي حد ولا شي حاجه كتحس بحال شي بيبي صغيور يديك دايرين رطبين بزاف. الدريات كنتمنى تعجبكم الوصفه ان شاء الله باذن الله. واللي باغا شي حاجه تبقى تخلي لي في الكومونتير اشنو باغا باش نستعمل لكم الوصفات اللي باغين نتوما كاملين. بون كوراج الناس اللي خدامين دراري ودريات اللي داخل الوطن وخارج الوطن. اللي خارج الوطن تحيه لكم خاصه بزاف حيت كاينين الناس بزاف متبعيني وكيشكروني بزاف وواقفين معايا. كنشكركم من هذا المنبر كنقول لكم الله يوفقكم يا ربي والله يعاونكم. الناس اللي كاينين هنايا تنتوما ما غاديش ننساكم الدريات والدراري الله يوفقكم الله يعطيكم ما كتمنوا ان شاء الله. بسلام عليكم ما تنساوش لايكات وتابوناو معايا وتكتبوا لي في الكومونتيرات كيف جاتكم الوصفه الدريات. بسلام عليكم وتهلاو في راسكم بزاف بزاف بزاف.